يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. أما عن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، فالقاهرة العظمى 20 والصغرى 10، الإسكندرية 18-11، مطروح 18-11، بورسعيد 18-10، الإسماعيلية 19-9، الإسماعيلية السويس ستكون العظمى 20 والصغرى 9، العريش 18-9، طابة 21-14، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 22-14، الأقصر العظمى 25 والصغرى 9، أسوان 25-10، الوادي الجديد 26-8، شلاتين 25-11، وأخيرا حلايب 22-11. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية فهي كالتالي: